أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل. طبعاً حضراتكم قبل الفاصل كان معنا دكتور طارق عمارة، وكان معنا طبعاً الأستاذة دينا دربالة. طبعاً يمكن كنا بنتكلم عن التعليم وقضايا التعليم وهموم التعليم ومشاكل التعليم من أبناء ومن طلبة ومعلمين. طبعاً قبل ما أبدأ مع حضراتكم برحب بالأستاذ تيمور نصر الدين، برحب بحضرتك. شاكر لحضرتك وشاكر لأسرة البرنامج والقناة على الاستضافة الكريمة دي. طبعا شعرنا زي ما قلنا كنا وسنكون سفراء للحقيقة أينما كانت، فنحن نرصد ونتعاقب ونقتحم بل ونصيب الهدف ببراعة تامة. ولكن بعيدا عن السياسة وباحثين عن الحقوق مهما كلفنا الأمر. النهاردة طبعا حضراتكم عشان نتكلم في موضوع شائك بل وموضوع أثير كتير جدا على السوشيال ميديا، ومش عارفين إلى أين سينتهي أو إلى أين المآل. طيب نشوف الدكتورة حسين الأول وبعد كده نرجع للأستاذ المشاهدين. ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين وعلى جروب البرنامج والمعدين، ألف شكر لحضرتك. كل سنة وسيادتك طيبة، بنحاول إن احنا نتواصل معاكي من بدري. معلش تحت أمرك، بس احنا طبعا عندنا لجان، عندنا امتحانات الثانوية العامة التجريبي وامتحانات الدبلومات، وكان معالي الوزير المحافظ بيمر على اللجان، فمن الصبح كنا مضغوطين. معلش. كل سنة وسيادتك طيبة يا معالي الوزيرة. وحضرتك بألف خير وعافية يا فندم. طبعا قبل أي شيء احنا بنشكر حضرتك النهاردة طبعا من خلال منبر برنامج قضايا مصرية، لأن احنا تواصلنا مع حضرتك الأسبوع قبل اللي فات. كان مشكلة طالب من الجرايدة من مركز مدينة بيالة، وكان عنده مشكلة في تقريبا في الرقم الجلوس. تمام. وكانت الاستجابة سريعة وفورا وعاجلة في نفس اليوم، تم على الفور حل المشكلة. احنا بنشكر حضرتك النهاردة من منبر برنامج قضايا مصرية. العافية يا فندم، وتحت أمر، واحنا في خدمة الجميع وخدمة ولادنا الطلاب، وربنا يقدرنا على خدمة ولادنا كلهم يا رب. الحاجة الثانية سيادتك طبعا احنا تهنئة من القلب زي ما بيقولوا لمركز مدينة قلين، المركز الثاني على مستوى المحافظة تقريبا، ويمكن المعلومة عند سيادتك بالنسبة لنتيجة الإعدادية. تمام. إدارة بيلة الإدارة الأولى وبعديها قلين، والحقيقة الحمد لله نحمد ربنا على مرور امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة بالكامل على أكمل وجه وبمنتهى الهدوء، وظهرت النتيجة مشرفة الحمد لله رب العالمين، ودي بمساعدة ربنا سبحانه وتعالى. وانا ببارك لكل ولادنا حاصل الشهاده الاعداديه على مستوى المحافظه. طبعا دكتوره النهارده واحنا مقبلين على الثانويه العامه، يمكن في مخاوف كتيره جدا من طلبه الثانويه العامه. هل يا ترى النهارده لو انا كان عندي التابلت والتوقيت فصل او النت فصل هيكون رد فعلي ايه؟ هل يا ترى بالنسبه لحضرتك النهارده الاستعدادات بالنسبه للثانويه العامه، هل هيكون تابلت ولا هيكون ورقي؟ حضرتك النهاردة بداية الامتحانات التجريبية مماثلة تماما ومناظرة تماما لامتحانات آخر العام. الطلبة موجودين في اللجان، احنا شفناهم بعنينا، معاهم التابلت ومعاهم البابل شيت الورقي. الطالب بيجاوب بالطريقة اللي هو عايزها، عايز يجاوب على الورقي فقط براحته، عايز يجاوب على التابلت براحته. معظم الطلبة في منهم ساب التابلت واشتغل على الورقي، ففي حالة انقطاع الكهرباء أو عدم توصل التابلت للنت أو أي مشكلة فهو بيجاوب ورقي في البابل شيت، وبالتالي الطالبات والطلبة قاعدين في اللجان مرتاحين جدا وهادين جدا. الحقيقة الأمور ماشية بمنتهى السلاسة، وإحنا بنشكر فخامة رئيس الجمهورية طبعا إن هو سمح بهذا السياح للطلاب، بحيث إن الطالب عليه أن يختار إذا كان يجاوب ورقي أو يجاوب في التابلت. واعتقد معالي وزير التربيه والتعليم نزل فيديوهات كثيره ونزل تعليمات كثيره بحيث ان هو يطمئن الطلاب، بحيث ان الطالب هيختار ويكون له راي، والطريقه اللي هتريحه في الاجابه هيحققها بنفسه. انا بطمئن اولياء الامور وبطمئن الطلاب بتوع الثانويه العامه ان الامتحان ان شاء الله ساير على اكمل وجه، وان الطلاب قاعدين في اللجان النهارده مرتاحين جدا، وان الطالب هيختار الطريقه اللي هيجاوب بيها سواء على البابل شيت او على التابلت او الاثنين مع بعض. يعني في بعض الطلبه لقيناهم بيجاوبوا على الاثنين، بيجاوب في البابل شيت وبيعلم على الاجابه اللي اختارها على التابلت.
ونفس الاسئله اللي موجوده على التابلت هي اللي موجوده في البابل شيت. فان شاء الله امتحان النهارده يكون تجربه والطلبه تطمئن بحيث انهم يبداوا امتحانات اخر العام في سلام. طبعا يا دكتوره ان شاء الله بامر الله، طبعا مكالمه تليفون ومداخله ما تنفعش معانا، ولكن احنا نتمنى ان حضرتك بعد الامتحانات تكوني موجوده معانا، وان شاء الله نحاول نرصد مع حضرتك على ارض الواقع ونشيد بحضرتك وبالوزاره وبالقياده السياسيه ان شاء الله في الايام المقبله. وكل سنه وسيادتك طيبه. ان شاء الله يا فندم، وده يسعدني، وربنا يوفقكم جميعا ويوفق اولادنا جميعا، وشكرا للقياده السياسيه ان هي بتدور دايما على راحه طلابنا وراحه اولادنا في اللجان. بنشكرك يا دكتوره. طبعا استاذ تيمور، حضرتك النهارده جاي باماني واحلام وطموحات ومناشدات لدى القياده السياسيه والساده صناع القرار من خلال حضرتك. عايز تقول واحد من ضمن 120 ألف معلم أو 36 إن صح التعبير اللي هم تم عملهم وتوقفوا مؤقتا تقريبا، تمام؟ والاحتياطي كمان يا فندم. والاحتياطي. عايز تقول إيه النهارده للأستاذ كريم؟ أنا طبعا في البداية طبعا أنا بشكر حضرتك وبشكر أسرة البرنامج على الفرصة ديت. بالنسبة لي كمتضرر من وقوف عمل البوابة الإلكترونية لمدة قرابة دلوقتي على العام النصف، بعد ما كان دكتور طارق شوقي في 19 اكتوبر 2019 كان اعلن عن قيام البوابه الالكترونيه للتوظيف وتعيين 120 الف معلم، كلنا فرحنا زي اي شاب مصر. السيد الرئيس مهتم بالشباب، عامل منتدى سنوي للشباب في شرم الشيخ، وتوجهه العام طارق شوقي بينفذ توجيهات رئيس السيسي، فعمل المسابقه ديت واشتغلنا فيها. طبعا طلب مننا قيد عائلي، طلب مننا بطاقه صحيه، طلب مننا استكمال اجراءات، لكن فيها حاجات مع احترامي يعني ما ينفعش ان انا اعملها لما اكون على راس العمل زي كرنيه النقابه، وحضرتك اشرت لكده من شويه. جت موضوع الكورونا وقفت الدنيا شهر واحد، كان من ضمن الاجراءات دي كان الاختبار النفسي. الاختبار النفسي كان في الاكاديميه المهنيه للمعلمين هنا في 6 اكتوبر وتحت اشراف القوات المسلحه المصريه. هو كل الخطوات اللي حضرتك عايز تتكلم فيها اللي مر بيها ال 120 الف معلم وبناء عليه. وبناء عليه عشان رسالتنا توصل النهارده لصناع القرار. وبناء عليه انا جايين نقدم حلول لدكتور طارق شوقي. اتفضل. باعتبارنا ابنائه. اولا التعاقد مع هي نقدر نقول هي مبادره من شباب ال 120 الف معلم. احنا اولاده. تمام. احنا اولاده وهو قدوتنا وقيمه وقامه. تمام. التعاقد مع كل منها مراحل البوابه ووصل لمرحله التوزيع والمفاضله. دي حلول انت مبادره انتوا بادئين بيها لعل حد يسمع لها. تمام. ان شاء الله. تمام. كل من انهى مرحله التوزيع والمفاضله وديت له ووصلته رساله سيتم تسكينك وتوزيعك طبقا لمنطقتك الجغرافيه يتم استلام عمل. رقم 2، احنا عارفين دلوقتي ان توجه الوزاره وتوجه الدوله نحو التكنولوجيا لرفع المجتمع المصري، ده شيء جميل قوي. هنستفاد من النقطه ديت ان الاختبار النفسي اللي واقف من شهر واحد ليه ما نعملوش اونلاين؟ عشان في ناس بتيجي من اسوان والاقصر والمصاريف كتير لاكتوبر. هو حضرتك النهارده طبعا استاذ تيمور احنا عايزين نقوله النهارده مع طموحات واحلام واماني وتطلعات النهارده زي ما بنقوله النهارده ال 120 الف معلم، وفي نفس الوقت ال 36 ألف معلم طموحاتهم وأمالهم النهاردة أن القيادة السياسية يبقى لها نظرة مع الناس دي، وخاصة أن 90% منهم بيبقى صاحب بيت. وفي نفس الوقت سيادتك النهاردة يمكن عايزين نقوله أن كل واحد من دول ابن من أبناء الوطن. طبعا يمكن كلمة أخيرة من حضرتك النهاردة للسيد الوزير. احنا اولادك دكتور طارق شوقي. دكتور طارق احنا اولادك وبندعمك. ال 120 بيدعموا الدكتور طارق شوقي، ال 120 بيدعموا الدكتور رضا حجازي، دول 120 في ظهر. احنا اولادك يا ريس، احنا اولادك يا معالي الوزير، بنشكركم وتحيا مصر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.